أهلا بكم في برنامجكم صوتكم صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. بالتزامن مع استمرار انهيار الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي وارتفاع سعر الصرف إلى نحو 160 ألف دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي، شهدت العاصمة بغداد تظاهرة حاشدة احتجاجا على تدهور سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار. وبينت اللقطات المتداولة بأن المحتجين ساروا في مسيرة في شارع الرشيد قرب مقر البنك المركزي في بغداد وسط هتافات مناهضة لحكومة السودان، وطلبوا بإيقاف تهريب العملة إلى إيران، كما طالب المتظاهرون باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تدهور سعر الدينار العراقي. دعونا نتابع هذه اللقطات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. يؤثر ارتفاع سعر صرف الدولار على أسعار البضائع بصورة عامة في العراق، مما يعرض أصحاب الدخل المحدود والعائلات المتعففة لمصاعب جمة في تأمين قوت يومهم أو تأمين الدواء لمرضاهم. مواطن من محافظة بابل وثق حال أحد المواطنين العاملين بالأجر اليومي وكيف أثر صعود الدولار وهبوط الدينار العراقي على حياته، فلنتابع. ايش عندك انت؟ ستوتي محمد عنده ستوتي، اليوم الدولار صار 155 او 156، المهم شوف هذا الرجال يقول انا يا ابو حسين اليوم ما اشتغلت، ليش؟ ما حد يبيع ولا حد يشتري، مو؟ اي صحيح. فهذا يعني هاي الدولار سووا لنا يعني مشكله، صار لكم 23 سنه بالدوله هاي، الدولار ما تقدر تثبتون عليه، هو صح تقولوا 132، فدام طلع هسه رحنا على ورقه يقول 154، يعني شلون؟ هذا الفقير من يطي؟ زين اضافة ان هذا انت عندك رعاية؟ لا. زين ليش رعاية ما عندك؟ انت متزوج؟ متزوج وعند اطفال، وكل ما اقدم ما يطلع لي. هاي ما يطلع لك؟ اي. الله يكون بعونك، يعني هسه هذا لا رعاية، يعني الرجال يريد يعيش، يعني الدولة زين انت يا وزير الرعاية بكدس علي، يعطي رعاية عادية شوي يقعد، انت عندك رعاية؟ ما متزوج. هذا الولد يقول لك انا ما متزوج حتى رعاية مالي، فهذا اللي متزوج ما يريد له رعاية بروح ابوه. ليش؟ بكت الله والحسين يوم طالع لك رعاية جاء هذا مصاب الحسين، هذا الرجال اجار لو بيت قاعد؟ لا والله اجار. اجار النوب. ناشط من محافظة النجف يعدد بسخرية منجزات رئيس الحكومة محمد الشيع السوداني والتي وعد بها، لا سيما سعر صرف الدولار الذي وعد بأن يصبح ب 118 ألف دينار أمام كل 100 دولار، لكنه اليوم وصل إلى نحو 160. دعونا نتابع ما قاله هذا الناشط من محافظة النجف. اليوم طبعت بوستر وخليته باستقبالي إلى السيد رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشيع السوداني أبو مصطفى أخونا، وهذا خيمة العراقيين، إيش عندنا غير أبو مصطفى؟ الحمد لله يا سيد رئيس الوزراء، والله بجال الله يا وبجال حكومتك ما قصرت، كل النقاط اللي سولفت بيهن لا والله رايتك بيضة وتستحق نهوس لك ونعلق لك صورة بكل بيت عراقي وبكل مضيف عراقي وبكل شارع أيضا عراقي. الحمد لله يا سيد رئيس الوزراء، الدولار من 131 بالمنصات واعدتنا وقلت لا حد يجمع الدولار، الدينار
العراقي هو الأقوى، هاي مقولة يعني كنت تخلد للتاريخ. للأمانة يا سيد رئيس الوزراء أبو مصطفى، الآن الدولار 155 وبجال الله وجالك الحمد لله، المواد الغذائية وجنار الزيت والمعجون والمواد الغذائية والبقولية، وحتى هالسنة محرم ما نقدر نطبخ قيمة لأنه الحمص وباقي المواد الغذائية والعطوريات وهاي السوالف مال القيمة كلها غالية، اكو مستورد واكو داخلي، والدولار انت الحمد لله سيطرت عليه يا ابو مصطفى يا اخونا الكبير والعزيز، 155 تروح للتاجر ولو المواد الغذائية والجميع يقول لك انا ما لي علاقة، روح احكي ويا الاحزاب، احكي ويا البنك المركزي، احكي ويا الصيرفات، احكي ويا رئيس الوزراء، انا 155 يحسبوننا 155. وحول استمرار تدهور قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، تفاعل عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي ومنهم من قال، دعونا نتابع بعض التعليقات حول موضوع صعود الدولار مقابل الدينار العراقي. سيد حسين يقول: ثورة الجياع قادمة إن شاء الله لتغيير الحكومة التي تحكمها أمريكا وإيران، يقول حكومة تحكمها أمريكا وإيران لا خير فيها. مريم محمد تقول: عافية عراق، حتى روسيا لحقت أموال الشعب وده تتهرب إلى روسيا لمساعدتهم في الحرب ببركة الأرجنتين، تقصد إيران، وبه ستفرض أمريكا عقوبات على العراق، تقول حسبي الله ونعم الوكيل. إبراهيم آل عنون الحسناوي يقول: ياب العراق عائم على بحر من النفط والغاز، والشعب دايخ، يوم كهرباء يوم ماء يوم تهريب يوم سرقة، ونحن في دوامة لا متناهية، إلى متى يبقى التلاعب في مصير هذا البلد؟ يتساءل. عمر الجابري هو الآخر علق وقال: حكومة تمارس أبشع سياسات التجويع للشعب، يقول حكومة لا تستطيع حماية اقتصاد البلد. معنا اتصال أبو زينب من محافظة النجف، أرحب بك معنا أبو زينب. أبو زينب، شنو رأيك بوصول الدولار اليوم إلى 160 ألف دينار عراقي مقابل كل 100 دولار؟ تقريبا 159 بالسوق، 158 159 وصل. نعم، مرحبا بك أبو زينب، تسمعني أبو زينب؟ يبدو أننا فقدنا اتصال مع أبو زينب من ألو. السلام عليكم. تفضل أبو زينب. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا بك، تفضل. ألو، أسمعك أبو زينب، تفضل. ألو، أسمعك أبو زينب. يبدو أن هناك مشكلة مع أبو زينب من النجف. للمزيد حول ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الدينار العراقي، دعونا نتابع هذا الانفوغرافيك ونعود إليكم. نواكب الأحداث ونلاحق التطورات والمستجدات لنحللها ونقرأها من كل الزوايا والأبعاد لإيضاح الصورة كاملة للمشاهد أينما كان، مع الكتاب والمحللين والباحثين في برنامج طاولة حوار.
اهلا بكم من جديد. يعاود الاتصال بنا ابو زينب من النجف. ابو زينب، قبل انقطاع الاتصال سالتك شنو رايك حول انخفاض قيمه الدينار العراقي وصوله الى 159 الف مقابل كل 100 دولار؟ مرحبا بك. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا بالمناسبه هو تخطى ال 160 مو 159. نعم، هاي واحد. ثانيا، هي هاي من بركات الديمقراطية اللي اجتنا واللي سواها علي عبد الأمير علاوي وزير المالية السابق. نعم، الطامة الكبرى سواها انه ربط سعر صرف الدولار وتعظيمه مثل ما يقول هو مو في البنك المركزي العراقي ووزارة المالية العراقية، ربطه بصندوق النقد الدولي. يعني ما ممكن ان يخفض او ينقض مدى الحياه الا بموافقه الامم المتحده، يعني اشبه بالمستحيل. ثانيا، استقطع من عندنا 1% من كل رواتب الموظفين والمتقاعدين، وهذا مخالف للقانون. ابو زينب، فقط بس للتوضيح، هو في زمن المالكي تدخل البنك المركزي وزاره الماليه بموضوع سعر الصرف. نتذكر كان 120 119 سوى الجماعة 145، هم اللي دخلوا بهذا الموضوع. أضف إلى ذلك أنه البنك الفيدرالي الأمريكي هو اللي فرض على البنك المركزي العراقي مراقبة فترة لمراقبة خروج الدولار من العراق. لم تلتزم الجهات في العراق بموضوع الدولار، تهرب الدولار، وصل إلى إيران، وصل إلى روسيا، وصل إلى لبنان، وصل إلى سوريا. تدري أنت 100 دولار بها رقم، وهذا يطلع عندهم. فانفرضت عقوبات، هذا هم أدى إلى انخفاض قيمة الدينار العراقي. نعم، هذا شوفي كلها مؤامرة مؤامرة بالدرجة الحساس على الشعب العراقي، ومعامرة ضد السوداني اللي لمسوا عنده شوية يعني مسحة أصلاح. مؤامرة لو سرقة الشعب العراقي، سرقة للشعب العراقي. أنا حتى في شنو، حتى أنا ما أريد أدافع عن الرجال، أنا ما له علاقة فيه. نعم، بس حتى يقول لك أن هذا الرجل فشل. زين، فشل شنو؟ تصعدون سعر الدولار، زي يصرخ ويصيح يقول يابا السعر سووه 132، هم وصلوا كيف صعبوا 160؟ فهمت شلون؟ وكله جاي عبروه الى ايران وبمسجد براسه، هذا الجلال الدين الصغير اللي محرم النفس له ما يعرف غير بس هاي. عنده مطمع عمد لما طالع جاي تطمع دينار عراقي مزور، انت جاي تسولف مولا كومة عملاء وجواسيس. بس انا اقول الشعب العراقي ايش منتظر؟ واحنا من نحكي نقول لا تتجاوز عليهم، ايش منتظر؟ يعني من تقول رحمة الله تجي، الله يقول لك لا يغير الله بقوم، ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم، هذه آية كريمة. أنا أشكرك أبو زينب من النجف كان معنا. نذهب إلى ملف الخدمات في العراق ومع بعض المقاطع المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، حيث انتقد مواطن من أهالي قضاء سوق الشيوخ في محافظة ذي قار، انتقد سوء الخدمات في القضاء وطفح مياه المجاري في شوارع القضاء، وانتقد دور الحكومات، حكومات ما بعد الاحتلال، وما جاءت به من فساد ودمار للبلاد كما قال. فلنتابع. والرقاء الجعفري علي وياك علي، والرقاء الجعفري وعلي وياك علي. هلا اليوم 5 محرم وقضاء سوق الشيوخ، وهاي المنتجعات شوفوا، هاي عود بالصيف، هاي بس شوف هاي بالصيف بالحر، كلش بالحر. شوفوا قضاء سوق الشيوخ السنة 2023 الشهر السابع، شوف قضاء سوق الشيوخ، هذا شارع المدارس، شوف هذا شارع حي العرب، شوف دور العلي كامل، تعال 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 علي وياك علي، والرقاء الجحفري علي وياك علي. والنوكيا بعد شنيوم بالانتخابات بالمجالس المحافظات ما وصيكم، اضرب القاب الأسبري والنوكيا مالكم، علي وياك علي. وينكم؟ وينكم تدورون المناصب تروحون تدفعون فلوس للمنتزل على مود تروح تسيب المصرف؟ تعال تعال تعال. وينكم اللي خبصتونا تشرين وتشرين؟ تعال مثلا القطعه كلها ب 82 مليون و 280 مليون. تعال شوف 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 وينها؟ وينها الالسن؟ وين هذول الخابصين على الفيس بس يدونون؟ تعال انزل الشارع شوف علي وياك علي، وريت قائد جعفري، هيهات منا الذله، هيهات منا الذله. تعال 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 تعال. هيهات
من نفلة، هيهات من نفلة. شوف هذا شارع خدمي مربع المدينة، هذا قضاء سوق الشيوخ. نبقى مع ملف الخدمات في العراق. كيف هي الخدمات في العراق؟ نتجه إلى محافظة البصرة، حيث رصد مواطن من منطقة التنومة في قضاء شط العرب حال شوارع منطقتهم الفرعية التي حفرت بحجة عمل مجاري لتصريف المياه، وتركت بهذا الحال الموجود في الفيديو الذي سوف نعرضه إليكم، حيث لا يمكن لا لإنسان ولا لعجلة من الدخول إلى هذه المنطقة. دعونا نتابع. شوف هذا حاله، لا تقدر تطوب ولا تقدر تطلع. شوف تشبخ تطلع. شوف شارع 38 تنومة، هو يلا تعبر حفروا وراحوا والماء يتكدس هنا بالليل. لا بالماء يقدر يدخل، لا بالغاز يقدر يدخل، لا تقدر سيارة مريض لا يقدر يدخل. من البصرة أيضا نهر السراجي في قضاء أبي الخصيب. هذا النهر التاريخي يعاني الإهمال كحال منارة جامع السراجي التي هدمت دون مراعاة لتاريخها. ناشط من البصرة بين الإهمال الحاصل في هذا النهر وكيف تجمعت النفايات حوله، وانتقد إهمال الحكومة لمعالم المدينة التاريخية سواء كانت أنهرا أو بنايات، وطالب الناشط بالاهتمام بالنهر الذي كان يوما من الأيام تنتشر على ضفافه البساتين والحدائق والورود. فلنتابع. حكم الله بالخير أهلي وناسي في محافظة البصرة الكرام. اليوم من قضاء أبو الخصيب وتحديدا من منطقة السراجي، أخواني أهل أبو الخصيب أهل البصرة كل مناطق البصرة يعرفون هذا النهر اللي هو نهر السراجي. نهر السراجي بالحقيقة هذا النهر عمره مئات السنين، نهر تاريخي يعني من أقدم الأنهر يجوز أقلكم بالعراق. نهر تاريخي نهر السراجي، نهر السراجي اندفن انطمر تكرمون كله نفايات، شوفوا هاي بعينكم ونفايات وقاذورات وكلها عبارة عن مياه مجاري مياه آسنة. هذا كان من أجمل الأنهر بالعراق، البساتين على ضفافه والنخيل والورود والمياه العذبة اللي كانت تمشي بيه. اليوم هذا حال نهر السراجي، الله أكبر هذا حال نهر السراجي. خويا وزير الموارد المائية وينك؟ دورك في محافظة البصرة وينه؟ ومع تردي الخدمات في العراق في كل أنحاء العراق، إن كان في نقص مياه الشرب أو الكهرباء أو الخدمات البلدية، تظاهر أهالي الحي العسكري في الديوانية بمحافظة القادسية بسبب انقطاع الكهرباء عنهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وطالبوا بتوفير الكهرباء لهم علما بأن التجهيز كان ساعتين بساعتين، ومع ذلك تعرضت للقطع المستمر. دعونا نشاهد هذه اللقطات المتداولة. اليوم شباب حي العسكري طلع، لا ما يقص والله كله اللي شراب المقام موجود. نعم. نعم اليوم شباب حي العسكري صار التفات هسه. نعم احنا اليوم الكهرباء مشي بس باكر اذا رجعت نفس الحال شباب حي العسكري تصعيد كل الافضل حسنا بالله ان شاء الله. الحكومة المحلية تسخر، هي الحي العسكري صغير اهمال اهمال من كل امور. هسه ابسط الخدمات هي لا الكهرباء ولا الماء. الخدمات قلت لك تم حاله مناطق الحي العسكري على من الغذائي، اكو توجيه من السيد المحافظ، اهتمام من السيد المحافظ على هذه الاحياء. هذه الاحياء تعتبر من الاحياء الشريف ان شاء الله خلال هذه الايام سوف تباشر شركات الشباب. وفي العاصمة بغداد وبالتحديد في منطقة القريعات خرجت تظاهرة كبيرة من هناك للمطالبة بالخدمات، وعلى رأسها ماء الإسالة المقطوع عن المنطقة منذ أيام بحسب رواية أهالي المنطقة. فلنتابع. Thank you.
وحول ملف تدهور الخدمات في العراق علق عراقيون دعونا نتابع بعض التعليقات على فيسبوك حول هذا الملف. البهلول العراقي يقول: العراق عبارة عن إهمال في إهمال من قبل الحكومات المتعاقبة. محمد أبو علي الحجامي يقول: ما يستحون مسؤولي سوق الشيوخ، مركز القضاء غارق بالوحل، والمشكلة في ليالي محرم يحضرون لمجالس العزاء ويتباكون على مصيبة الحسين عليه السلام وهم من خانوا الأمانة. أبو أحمد الساعد يقول: عيب عليكم، وين المليارات التي تصرف للمناطق لله المشتكى رب العالمين. علي يقول: ملتهين الجماعة بالمواكب خطية، وماكو ولي إلا علي الريد قائد جعفري، وهاي نهاية الحكم الجعفري المزيف، يقول علي في هذا التعليق. معنا اتصال أبو عمر من العاصمة بغداد. أبو عمر، عرضنا في الملف الأول حول انهيار قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، وصوله إلى 160 ألف لكل 100 دولار، والخدمات في العراق. تفضل، مرحبا بك. حياك الله أستاذ عمر المحترم، وتحياتي لقناة الرافدين وجميع المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. بالنسبة للموضوع الأول عن الدولار وانخفاض الدينار العراقي أمام الدولار، هاي الأمور اللي من 2003 لحد الآن المفروض الحكومات المتعاقبة تخلي حد إلى هذا الأمر، لأن إحنا عندنا بالعراق إذا كان بالسابق إذا كان الآن بالحاضر، إحنا عندنا السابق أفضل من الحاضر. شلون؟ لأنه كانت عندنا الحكومات اللي حكومة العراق من إصعد الدولار كان أكو أشياء أمور، يعني الأمور الغذائية، أمور اللي يحتاجها المواطن، فكانت تدعم المواطن الناس الفقراء والناس المحتاجة. يعني حصة التمويلية كانت إذا كان صعد الدولار أم صعد الزيت أم الرز أم السكر، فمقابل أنه كانت حصة تمويلية تطي للمواطن بدون يعني أن يعني تصعب وشراها للسوق. أما بقية المواد الزراعية يعني كالزراعة نقدر نقول يعني الفاكهة أو الخضر، هذه أراضي زراعية يعني أيضا المواطن مستفاد منها. يعني هناك توقعات أبو عمر، هناك توقعات لاقتصاديين مختصين يقولون بأن الدولار راح يوصل 100 دولار، راح توصل ب 200 ألف. زين، بهاي الحالة شو يسوي المواطن، حتى الموظف، الموظف بالعراق شو راح يسوي؟ راح ترتفع الأسعار ويصير غلاء. هو أكيد أكثر وأكثر. أكيد أستاذ عمر. إحنا يعني المواطن عندنا يعني كثير من الموظفين يعني رواتبهم إذا كان 750 أو مليون فما راح يقدر يستفاد، يعني خاصة عندنا ناس وضعيتهم تعبانة، ما عندهم سكن، وناس عندنا بالإيجار قاعدين، ناس بالعشوائيات، وناس إنه ما عندهم قاعدين على الرصيف، يعني تحت يعني السقف إنه تحت النسور، يعني ما عندهم إمكانية. طيب هاي المفروض الحكومة، كل الحكم العراق المفروض يحسن، يعني لو كان عندهم ولاء للمواطن العراقي وابناء الشعب العراقي المفروض الدولار يصير على صفحة، أو يعني الأمور اللي قدموها هم أيضا يقدموها، يشوفون مراعاة الشعب. حتى الآن عندنا ناس كثير عطالة بطالة ما يمسكون، يعني قوتهم اليومي وعايشين على الأجور اليومية. برأيك الحكومة، البنك المركزي يستطيع إيجاد حل لهذه المشكلة؟ أستاذ، إحنا أكيد إحنا نعرف البنك المركزي المتسلط على يعني على الشعب العراقي هو سلطة الأحزاب. البنك المركزي وزير المزارع اللي موجودون يعملون بيه ما يقدرون، لأنه عندنا من العقوبات يعني زي الخزينة الأمريكية عرفت أكثر من 14 مصرف، لأنه المصارف اللي الأهلية اللي هم تابعة للأحزاب هم اللي يحربون الدولار، هم اللي قادرين على يعني سيطرة السوق وفرض السوق ويعني صعود الدولار. يعني مهما كان إذا كان عاقبتهم أمريكا فيعني عندهم طرق أخرى لتهريب الدولار، منها الشاحنات ومن السيارات العسكرية، سيارات أبناء الحشد اللي هم يحربون الدولار إلى سوريا وإيران ولبنان، فما يقدرون إنه الخزانة الأمريكية تفرض على عقوبات. يعني صعب السيطرة على هذا الموضوع برأيك. من الصعب من الصعب أستاذ أن يكون بنك المركزي يعني يسيطر على نزول الدولار. فهاي الأمور اللي هو بدنا نشوفها إحنا، يعني الشعب هو المتأثر يعني بالدرجة الأولى، أما هم يعني مستفادين يعني بصعود الدولار أكثر من ما المواطن يحسون به ومعاناته، ورغم الغلاء اللي قاعد يصير عندنا. أشكرك أبو عمر بن بغداد، كان معنا أبو علي من الديوانية. تفضل أبو علي.
أبو علي مرحبا بك. أبو علي تسمعني؟ يرحم والديك. يعني الكهرباء الدولار صعد والنزل، إحنا طبق الفقيرة شنو فائدتها؟ تغلى الأسعار. لا عندنا لا ماي ولا ولا عندنا ماي ولا كهرباء ولا صحة. خلي شو يسوون لنا؟ خلي يسوون لنا بس ذنبنا، يعني لنا مقاومات الحياة الدنيا. وين هم موجودات؟ ما طلبنا، ما عندنا إحنا دولة على ذنب، ما لنا شغلة بالدولار. الدولار عندهم شركاتهم ومصارفهم يشتغلون لهم بيها. أبو علي. أبو علي. أغلب أبو علي حبيبي. أبو علي أنت تشتري صمون من الفرن، تشتري زيت من الأسواق، تشتري حليب، هذا كله يأثر وراح ترتفع الأسعار. منين تجيب؟ شلون تيدي تعوف الدولار؟ حبيبي بس خلنا خدمة لك. نعم الله وكيلك، من أحلف لك أنا ما كانش الورق بحياتي كلها. إحنا لا طبقة فقيرة، يعني شغلها أغلب بيوت الجنوب تطلب لي تلقى بيها باقي أكثر من 250,000 ضامن أدى. ما راح تقوم تكفي إذا كان تكفي 10 أيام خلينا نقول أو 15 يوم مثلا، هسه بعد ما تكفي جزء أسبوع على الغلاء اللي راح يصير بعد أكثر وأكثر. والله إحنا بس نريد كهرباء وصحة وماي، ما طلبنا شيء. وهذا اللي يقول ماكو ولا إلا علي وريد قائد يعتري عم انغدرنا فقشمرنا. والله بعد هسه هذول اللي يجون إلى كان يصيرون على ذاك هسه يتلقونهم. أنا بالنسبة لي لا تقام بالنعلة في الطابوق، طلعت كذابة سرسرية، أخذوا اسم الإمام علي فعدوا المناصب بيها وأخذوا فلوس مريدونة. إحنا الجنوب حظنا لا صحة لا كهرباء لا ماي، يعني ما تجد وين نعيش. فشرحنا بالعراق، لا والله الحيوانات، حتى الحيوانات ماتت، يعني ماتت الحيوانات راح يصلنا السلدون وراهم. قلنا الحكومة هاي دولة لا وزراء دولة، حتى 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 مال الوزير حتى مال يصير ودي الله المعين. نسأل الله أن يفرج عن العراق. أبو علي من الديوانية كان معنا، شكرا لك. نذهب إلى ملف آخر، ومع الوضع الصعب الذي يعيشه العراقيون من أزمة اقتصادية ونقص بالخدمات، يعاني أيضا شريحة كبيرة من العراقيين في الحصول على لقمة عيشهم، ويضطر أطفال ونساء للعمل في أماكن خطرة ومنها معامل الطابوق وبدرجات حرارة عالية لتأمين قوت يومهم. مواطن من الديوانية وجه رسالة إلى الحكومة قائلا: إلى متى حقنا مأكول؟ وإلى متى المرأة العراقية تعمل في ظل ظروف صعبة والبلد مليان بالخيرات والموارد وفيه أكثر من 1,000,000 عامل أجنبي، بينما ابن البلد يتحسر على لقمة الخبز كما قال. دعونا نتابع. أريد أن توصل لمحمد الشياع السودان، محمد الشياع السوداني تقبلها على عرضك، يشتغل بالمعامل الطابوق، يقوم الساعة تقوم الساعة بالأربعة الصبح للعشرة بالليل، مرة تشتغل نسوان تشتغل. وين القيرة العراقية محمد الشياع السوداني؟ وين القيرة العراقية؟ إلى متى يا شعب؟ إلى متى يا عراقيين؟ إلى متى حقنا ماكول؟ والله ملينا، والله شاهد ملينا ولعبت حتى رواحنا، كرهت الدنيا وما بها، الله شاهد الشهادة. عوائل تشتغل بالمعامل، الله يرضى، محمد يرضى، الإسلام يرضى. تنوعوا باوعوا لهاي العوائل، من الأربعة الصبح للعشرة بالليل تدق بهالحر بهالحر، مرة هي. وين هم العراقيين؟ وين أهل الخيرة؟ وين أهل الخيرة؟ والله ملينا وتعبنا، نسواننا تشتغل بالمعامل. يا محمد الشياع السوداني بس باوع، بس باوع شعبك، باوع البلدك. عراق، عراق بالغيرة، بلد الحضارات العراق، شايل غيرة ما أحد شايلها، ما شايلها بلد. تحدث عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي بأن العراق لا يستطيع الدفاع عن نفسه في الشركات الأجنبية العاملة في العراق. فمن البصرة نظم عراقيون يعملون في شركة بي بي النفطية بمحافظة البصرة، نظموا وقفة احتجاجية بسبب تجاوز العمالة الأجنبية عليهم، وطالبوا مجلس المحافظة وأعضاء مجلس النواب بوضع حد للتجاوزات المتكررة على العراقيين في الشركات الأجنبية العاملة في العراق كما قالوا. فلنتابع.
مظاهرات بالبيبي يوم 26/7 حاليا هسه الصبح اليوم كتله العباس عندنا اجانب جاي يجاوزون على العراقيين هنا. اي والله طايح هناك كل احنا. محافظ اسعد العيداني يا اهل بيغيره من الحكومه العراقيه من الاحزاب من الدنيه من العراقيين الموجودين احنا اهل الزبير الله وكيل كم منكوبين. اجانب جاي يجاوزون على العراقيين هنا. وما حد يفك حلقه ويحكي وياهم. اي والله. الوادم اللي تاكل من وراهم. وهاي الوادم مسحوقه شوفونها العراقيين هنا بس تفك حلقك وتحكي يقول لك بطل. ولا حد شافعنا ولا حد جانا. هاي الهنود وكلهم. هاي طرقاعه سوداء عم الله وكيلك شركه مهجومه هجين. شركه ما لها دوله هاي. ايوه علي. زين. والله هذا عمي بن عباس لا لهم دوله يقول لك انا لا اعترف بدولتك ولا اعترف بقضائك ولا اعترف تريد ذباجك وروح الله محمد الله احنا وياك داعي شو بسيطه بالدوله انتم ما عندكم دوله تايهين ايه زين هاي العالم اليوم الدوله عمي اريد الدوله اليوم تجي تشوف لنا حل احنا تايهين لو دوله عندنا. دعونا نتابع تعليقات الجمهور العراقي حول هذا الملف. يقول وسام البصري اذا المسؤولين مرتشين يجي ياخذ لك مشده وسده وحلقه وراح ليش ما يدرون شنو جاي يصير داخل الشركات يقول مصايب وعجائب. يوسف الهاشمي يقول ولد الخابه بالشمس والاجنبي يشرط عليهم. يقول الحمد لله والشكر الاجنبي ياخذ دفاتر وابن البلد ينطوه فتافيت ورقتين لو ثلاثه. علاء السلطان يقول الله ينتقم منك يا الشهرستاني اللي خليتهم هيك يتمادون على اسيادهم. المفروض الحكومه العراقيه ونواب البصره على الاقل يسوون حل لهيك شركات تنهب بخيرات البلد بواسطه السياسيين الفاشلين وهم ما يحترمون العماله العراقيه. ثار ابو مرتضى يقول مع الاسف العراقي هيك صار بي والله كلهم يشتغلون خدم عند الدول وهنا خلوهم ربعنا يحكمون. معنا اتصال أم علي من بغداد، تفضلي أم علي، مرحبا بك. نعم أخويا أهلا وسهلا. طبعا أولادنا داخل السجون ظلوا بالسجون وماتوا وهم أبرياء، يعني هذا من يشيل ذنبه؟ بس أريد أعرف، أنا عندي أوراق ثبوتية تثبت براءته. نعم. يعني عندي أوراق دائرة وعندي مشتكي متنازل، عندي أوراق ثبوتية وجزيت لكم إياها. نعم. يعني هذا ابني من داخل السجن توفى من اللي راح يشيل خطيته. نعم، شنو قصة ابنك؟ طلبت أم نعم. علي شنو قصة ابنك وش وقت توفى الله يرحمه؟ ابني صار له سنتين من توفى، طبعا دائما اتصل واطالب وبالجهات المعنية. نعم. وشقد ما شفت الاستاذ فائق زيدان يشوف قضية ابني، يعني هضيمة هي. نعم. هضيمة عاش ومات داخل سجن وهو بريء وتوفى. نعم. يعني الله ما يقبلها، الله ما يقبلها. يعني اثنين كتب رسمية عندي من دارته ودارته حساسة تقول هو كان بالدوام وما خارج من الدوام ونظام البصمه انتم تعرفوه. نعم. طبعا كل الشعب العراقي يعرفوه حتى حكومتنا تعرفه. نعم. هذا الشخص يتبرى ويطلع بريء لو ينحكم ويموت بداخل السجن، هذا من يشيل خطيته؟ لا اله الا الله. ان التقدير الحكومي اللي داخل السجن اللي يروح نلقاهم ميتين من الجوع اللي احنا العوائل والله العظيم يا اخويا واحلف يمين واني يعني شاهد عيان. نعم. عشت 6 سنين ما عاشتها مره داخل السجون بالمواجهات. نروح لولدنا الضيم نشوفه 7 ساعات 8 ساعات احنا على رجلينا لا اكل لا شرب لا ما يلعبوا لا دخول حمامات. نعم. احنا نساء كبار بالعمر يعني تعذبنا عذاب احنا وياهم. بعد ما رحت لاربعاء كان هو مريض شوية حالته الصحيه تعبت داخل السجن. نعم. قال لي ماما انا مريض. رحت الدائره الاصلاح قدمت الطلب يا ابني مريض بس نقلوا لي المستشفى هذا كتاب من مدير السجن حد ما خابروني اربعاء لا خدني توفى. والقهر القهر اللي يعني اللي بقلبي اللي يبني عندي كتب براءته. نعم. زين هاي وين اوديها؟ وين اصعد بيها؟ اصعد بيها رب العالمين. نعم. خلي يسمعون. نعم. المسؤولين. نعم. كافي ارفع فؤام. نعم. خلي الابرياء تطلع. حرام اللي مات وراح هذا شنو ذنبه يا اخوي؟ من ايش ذنبه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يعني هاي مو هضيمه بقلوبنا؟ نعم. هاي مو هضيمه هسان بقلبي بقلب اني ام وابني هالواحد هذا راح برمشه عين بغلط؟ يعني جريمة لا هو بيها لا عليها معترف عليها ومصعدين للقاضي وحاكمين واحنا ما ندري حتى ما مخابرونا ما خلونا نخلينا محامي ما خلونا نروح الدائرة نجيب كتاب الدائرة ونثبت براءته. ايش قد ظل بالسجن ام علي؟ ظل 6 سنين. ايش قد؟
ست سنين وما قدر القضاء يتحقق من قضيته. شو تفسرين هذا الموضوع؟ ترى هذه حالات كثيرة. نعم والله العظيم عندي كتاب استعرضه انت على شاشة التلفزيون. المشتكي رافع شكوى اشتباه وتنازل. المشتكي نفسه عايش وكل شيء ما بي. عندي كتاب وعرضه على شاشة التلفزيون. والله يا ريت ترسلي لنا اياه على الواتساب على الرقم الموجود. والله رسلت اخويا رسلت على الواتساب. انشرها للكتب خلي يشوفوها، خلي يشوفون دائرة الاصلاح. خلي يشوفون الكتب الرسمية مالي، خلي يشوفون براء من هذا الشيء الموجود. من المويا من احكي من اقول بس القديمه والله والله العظيم من اشوف الكتب الرسميه واشوف هذا كتاب الدائره وهو كان بالدوام. والله ما تعرف شيء يصير لي. ليش الله يرضاها ولدنا قاعد تموت في السجون؟ ليش ماكو ابرياء؟ كل واحد ياكل ذنبه يا اخوي. مو هيك الكل مخطط سوريا والكل صارت ارهاب؟ صح لو غلط تعاود هي المحنيه. ليش مخطط ارهاب؟ ليش الله يرضاها؟ الله يرحمه ويعوض الجنة أم علي. والله يعني ألمتينا وأحزنتينا جدا، أحزنتينا. أنا أشكرك أم علي من بغداد كانت معنا. أعزائي المشاهدين دعونا نذهب إلى ملف آخر وهو إلى الروتين والبيروقراطية ومعاناة المواطن العراقي في الدوائر الحكومية، حيث أظهر مقطع متداول على منصات التواصل الاجتماعي في العراق فيديو من مديرية أحوال الرصافة في بغداد أظهر اكتظاظ المراجعين داخل مبنى المديرية في ظل ارتفاع درجات الحرارة وعدم تهيئة أجواء مناسبة وأماكن واسعة. فلنتابع. مقطع متداول من دائرة التسجيل العقاري في البصرة يوضح انقطاع الكهرباء والذي أجبر الموظفين على الخروج من الدائرة لإكمال معاملات المراجعين. فلنتابع. شبه مواطن من أهالي مدينة الديوانية صالة الانتظار في مديرية جوازات الديوانية بالفرن بسبب الحر واكتظاظ المراجعين، وطالب بوضع حل نهائي لمثل هذه الأمور وعدم زيادة معاناة المواطن، كما انتقد عرقلة إصدار جوازات السفر وعدم إصدارها بالوقت المحدد. دعونا نتابع. حياكم الله إلى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري. سيادة الوزير، نتمنى تيجي تشوف هاي المجزرة اللي موجودة بالديوانية. أشوف المصيبة، أشوف الكارثة. نسوان وزلم صايرة بالمئات موجودة هنا، معاملاتها ما تمشي. ليه سيادة الوزير شهرين جواز ما طالع؟ شهرين هسه ما ردنا لا 48 ساعة ولا 72 ساعة ولا أسبوع، شهرين جواز ما يطلع. وتعال شوف، نسوي لك زيارة مفاجئة وادخل لهنا للجنسية والجوازات أو البطاقة الموحدة والجوازات مالت الديوانية، وشوف الكوارث وشوف العوائل وشوف الناس. قاعة مكيفة ماكو، حاطينهم سبلتين، السبلتين اثنينهن ما يشتغلن. قاعة الانتظار والدرجة الحرارة هسه 50 درجة الحرارة 50، وهاي العالم ظالة بالشمس، أطفال ونسوان كبار وشباب وشياب وعجايز موجودين هنا ينهانون. يعني احنا على بودانا طلع الجواز شهرين جوازي ما طالع، منتظر ليش؟ حول هذا الملف علق عراقيون كثر ومنهم مسلم مثلا يقول: مع الأسف إضافة إلى المعاملة غير اللائقة والأسلوب، أقل ما يقال عنه غير متحضر من قبل بعض المنتسبين والضباط. أما سامي طاهر فيقول: اللي يقول الكهرباء تطفي مديرية شكبرها شعرضها تاخذ ضرائب مليارات من المواطن، ما تقدر تجيب مولد خاص للدائرة وتشغل تبريد للمواطن الكبير بالسن والأطفال والنساء الكبار؟ يتساءل. طارق يقول: بلد تايه بيد شعيط ومعاط يحكمون العراق. رياض الحيدر يقول: وحضرة السودان يقول سويناها بنفس اليوم تستلم جوازك. والله يعني ضحك على ذقون الشعب حكومة الأحزاب. دعونا أعزائي المشاهدين نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
أهلا بكم ومع فقرة الهاشتاج ووسم اليوم احنا بخدمتكم. مع كل ما عرضناه في حلقة اليوم من نقص للخدمات وانهيار اقتصادي ومعاناة للعراقيين، فأين شعار رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد الشاع السوداني والذي قال احنا بخدمتكم؟ عراقيون تفاعلوا على هذا الوسم على تويتر لانتقاد الوضع الذي يمر به البلد. دعونا نتابع بعض التغريدات تحت هذا الوسم. زيتون رياض تقول: حكومة العتاقة مستعدين يقامرون بحياة الشعب العراقي ولا يتركون تهريب العملة وغسيل الأموال ودفع 20 مليار دولار للجارة على 4 دفعات بحيث وصل 100 دولار إلى 154 ألف. قلقامش يقول: شكرا حكومة السفيرة الإطارية، حكومة أنفاس الزهراء وزيارة الأربعين، الدينار أقوى من الدولار. يقول أبو الكلاوات: أهم شيء إيران بخير. أما أحمد علي فيقول: فشل حكومي، عقوبات تستهدف بنوك ومصارف أهلية، ليش الدولار يصعد علما بأن العقوبات لم تشمل الحكومة ومصارفها أو البنك المركزي حتى ينهار الدينار. علي زامل يقول الأسدي: انهيار الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي في الأسواق العراقية، حيث يصل الآن السعر 100 دولار أمريكي إلى 160 ألف دينار عراقي. أعد قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية تقريرا حول ارتفاع الهجرة من الأهوار والمناطق الزراعية إلى المدن بسبب الجفاف الذي يضرب أرض الرافدين. المزيد في سياق الأنفوغرافيك التالي، فلنتابع. وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.